السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي ابدأ ادخل الجدول الزمني للمشروع. فاروح انا الكونستراكشن وهلاقي 4D simulation ويبدأ يجيب لي المخطط ان انا اقدر اضيف الجدول بتاعي. فاقول له لوت وابدأ احمل ملف يكون XML او CSV. فهروح على الفولدر البيم والنكس وركس. كان في مشاريع كتيرة فيها الامتدادين دول. دلوقتي انا اخترت الملف فبدأ يظهر لي اسم كل حاجة والتاريخ بتاعت البرنامج بتاعتها ستارت امتى واند امتى والديورشن بتاعتها امتى وكل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اراقب المشروع بتاعي. يمكن هو ده مش ارقام مظبوطة، بس ده طريقة إدخال الملف جوه المشروع.